قال مدير الشركة ومرته طلعوا برحلة صيد على البحر والاتصال معهم مقطوع. يعني ساعتين ثلاثة بعتقد ببينوا ما رح يصطادوا كل الليل. تعال شوف. شو طارق؟ شو تحليلاتك الأولية؟ أول شيء كنت معتقد إنه الحريق هو قضاء وقدر أو ماس كهربائي مثل ما الرياض، بس اتصالي بشركة التأمين خلاني شك بإنه الحادث ممكن يكون مدبر. ليش؟ مدير الشركة أمن على شركته الشهر الماضي بمبلغ كتير كبير ضد الحريق. هلا تأكيدا على هاي الفكرة أنا حققت مع مدير المبيعات وعرفت إنه الشركة ملتزمة بعقود كتير ضخمة وطاقتها الإنتاجية ما بتسمح لها تنفذ هاي العقود. يعني ممكن مدير الشركة افتعل الحريق وراع اللاذقية لحتى يبعد الشبهات عنه. ايه بس هو هلا لحتى يستفيد من التأمين ويحل أزمته المفروض يحرق الشركة كلها مو مكتبه بس. رياض شوف لي هالكتلة هي حللها. سيدي فتحنا الخزنة إذا تحب تشوف شو فيها. هاي فلاشة ممكن يكون فيها معلومات تفيدنا.